يقال أن أفضل الأشياء في العالم هي التي نحصل عليها مجاناً، لكن في الحقيقة هي أن الأشياء المميزة دائماً ما تكون باهظة الثمن. سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم؟ هل تعرف كيف تجعل كل السائقين يتوقفون على جانب الطريق السريع؟ عليك قيادة شاحنات نقل الأموال وترك الباب الخلفي مفتوح. هنا نرى كيف يتعامل شخصان بطريقة مختلفة مع المياه التي دمرت سقف المنزل. في المرة القادمة ستراقب الطفلة خطواتها جيداً. كاد الدراج أن يحطم سيارة فخمة بسبب تهوره. نقل مئات الأكواب من المشروبات الغازية على متن شاحنة لن ينتهي بشكل جيد. رفض الفتى جلب الكرة وندم على قراره فوراً. لم يختر العامل المكان المناسب لثقب الجدار. من الأفضل إبعاد الكهرباء عن الماء وإبعاد السفن الضخمة عن أسلاك التوصيل. لم ترغب السلطات بإنفاق الأموال لترميم هذا البرج المائي، وذلك أدى لخسائر أكبر. أخيراً وصلت السيارة إلى صاحبها، لكنها وصلت محطمة. هل يمكنك تحطيم سيارة محطمة بالفعل؟ نعم ذلك ممكن. إذا أردت رفع صحيفة رخامية إلى الطابق الثاني، فهناك طرق أفضل لفعل ذلك. يتمتع هذا الجرار بقدرة خارقة، وهي الانقسام إلى جزئين. هنا لحظة سعيدة أخرى لم تسر حسب الخطة. حين تبحث عن مكان آمن لركن سيارتك، فإنك لا تتوقع هذا النوع من الحوادث. أحدهم اشترى شقة جديدة، وأثناء تصويرها انفجرت خطوط الإمداد الخاصة بنظام إخماد الحرائق. لحسن الحظ أن الطائرة ما زالت على الأرض. تدمير السلالم الآلية ليس أفضل طريقة للاستمتاع بالوقت رفقة الأصدقاء. لابد أنه أول يوم عمل لسائق الرافعة وآخر يوم أيضاً. يمكن لسائق رافعة شوكية صغيرة أن يسبب خراباً أكبر من الذي يسببه زلزال. خلال جولة ليلية تسبب هذا الشاب بضرر قيمته 150 ألف دولار لأربع سيارات فاخرة. نعم، إنها سيارة فيراري بقيمة 300 ألف دولار، وهي على وشك أن تصدم الجدار. حتى نكون عادلين، نقل طائرات ليس من المهام التي يتدرب عليها سائق الرافعة. انهار هذا المركز التجاري قبل أن يتم الانتهاء حتى من تشييده. أما سائق الشاحنة فيتوجب أن يتعلم رفع المكبح اليدوي قبل مغادرة شاحنته. قال الزبون بأنه يريد رؤية المجوهرات في الخارج تحت ضوء الشمس الطبيعي، ثم ذهب دون رجعة. فقدان عجلة واحدة أمر وارد، لكن فقدان كل العجلات دفعة واحدة غير معقول. لا تتحدى من هو أكبر منك على الطريق. يوجد سبب وجيه لكون الشقق المطلة على البحر باهظة الثمن. لهذا السبب يخشى البعض ركن سيارتهم في المواقف متعددة الطوابق. هنا يمكن رؤية ملايين الدولارات تتحطم دفعة واحدة. Oh, no! Oh,
إما أن الرياح قوية أو أن العمال الذين قاموا بتركيب السقف لم ينجزوا عملهم بشكل جيد. لن يرغب عشاق السيارات الفاخرة برؤية هذه المجموعات التي غمرتها مياه الفيضانات. أحد أهم الأشياء التي يجب أن يتعلمها قبطان السفينة هي مراقبة الجسور التي توجد أمام سفينته. يحاول المصور استعراض ثبات الكاميرا أثناء حركة جسمه، لكن النهاية لم تكن متوقعة. وهنا حصل مصور آخر على مشهد غير متوقع. الآن تعرفون لماذا ينصح بالابتعاد عن المباني خلال فصل الشتاء. إذا كنت تبحث عن ثلاجة جديدة فربما تجدها وسط الطريق. نحن نتحدث في هذه الحلقة عن الخسائر المالية الكبيرة، لكن هذه الخسارة ليست كبيرة فقط، بل إنها ضخمة. بالحديث عن السيارات، إياك أن تذهب للصحراء على متن سيارة رياضية. إذا أردت نقل سيارتك، فلا تتصل بهؤلاء الأشخاص. يحمل هذا القارب اسم تايتانيك 2. سيحتاج الحاسوب لنظام تبريد جديد. لم تكن انطلاقة جيدة. حين تتواجد وسط المحيط فإن آخر ما تقلق بشأنه هو النار. يمكن القول بأن سائق السيارة غبي. ألعاب الواقع الافتراضي واقعية أكثر من اللازم في بعض الأحيان. أحدهم أخطأ أثناء تركيب هذه الطائرة المروحية. هذا ما يحدث حين تتجاهل اللافتة التي تخبرك بأن الإسمنت تم وضعه للتو. هل تتذكرون قصة الأطفال التي قام فيها ذئب بتدمير 3 منازل صغيرة؟ ربما مر ذلك الذئب من هنا. لا أحد يحتاج قوارب النجاة على أي حال. يبدو أن حاويات البضائع مليئة بأحجار الدومينو. أثناء نقل السيارات لتصليحها حطم سائق الشاحنة كل السيارات في طريقه. من الصعب تقدير حجم الخسائر التي تسبب بها هذا النادل. كان من الأفضل إبقاء الكلب داخل المنزل. نأمل أن لوحة التزلج ما زال يعمل. كانت تلك لحظة رائعة، لكن الرياح القوية أفسدتها. غادر سائق السيارة السوداء في الوقت المناسب. تعاني السفينة من مشكل في التوازن. شاحنة كبيرة وشارع ضيق، والنتيجة أمامكم. لا نعرف كيف انتهى الأمر بالرافعة في هذا الوضع، لكننا نأمل أن السائق نجح في مغادرتها. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم، فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.